أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يوجد في القرآن شيء من المجاز؟ نعم. يقول: هل يوجد في القرآن شيء من المجاز؟ لا، القرآن كله حقيقة وليس فيه مجاز. الذين يقولون بالمجاز في القرآن قد أخطأوا في هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سماه ابن القيم طاغوت المجاز، سماه الطاغوت، فإذا جاءوا على أسماء الله وصفاته قالوا هي مجاز، تحاكمون إلى الطاغوت وهو المجاز، فلا يجوز هذا. نعم.